ذكرت منذ فترة ليست ببعيدة عن شاب هو من الأرحام. هذا الشاب يعني عرف عنه التزامه وحبه للصلوات وبره بالوالدين، وكانت آخر كلماته عندما وكان كثير الذكر، دائما يذكر الله سبحانه وتعالى كثير، وعنده يعني أوراد معينة يحب أن يكررها كثيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء دائما كان يكرره، فكان آخر ما قاله في هذه الحياة نظر إلى والدته وابتسم وردد هذه الأدعية هذه، وغادر الحياة مبتسما، وغادر الحياة مبتسما. وربما في ذلك اللقاء لم أذكر هذا الكلام، لأن والده كان يخبرني عن بعض من شاهد بعض يعني الأمور التي ربما تكون من الكرامات لهذا الشاب. لكن الذي شهدته بنفسي وأنا أتحدث في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، أنني ذهبت لأزور قبره وأدعو له، فلما وصلت أشم برائحة يعني عطر جميلة جدا، حتى جلست أبحث من منا وضع ذلك العطر، ليس منا من وضع أو به ذلك العطر. من أين هذا العطر؟ لا نعلم من أين هذه الرائحة الزكية، لا نعلم، ولكن كان الأمر كأن مصدرها ذلك القبر الشريف لذلك الشاب الذي مات وهو يذكر الله سبحانه وتعالى.